خير او صباح الخير زي ما بتشوفوني، بس انا دلوقتي بالليل عشان نايمت الولاد، وقلت اقعد كده ادردش معاكم شويه شويه كلام يعني، واسئله انتوا سالتوها لي. الاول ازيكم، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده هتكلم معاكم شويه، هرد على الاسئله اللي انتوا سالتوها لي، لان انا كتبت لكم بوست على المنتدى وقلت لكم اي حد عايز يسال اي سؤال يسالني وانا هجاوب على كل الاسئله. فالنهارده هجاوبكم على كل الاسئله، وهعرفكم بقى بالعيله كلها، عشان في حد كتب لي في الكومنتس انا مش عارف العيله، او عرفيني على العيله كويس، يعني مين متجوز مين ومين اخو مين ومين اخت مين، تمام؟ بس فدلوقتي النهارده ان شاء الله هجاوب على كل الاسئله اللي انتوا عايزينها، وهرد على كل حاجه انتوا عايزين تعرفوها، وكمان هندردش مع بعض كده شويه حاجات. خليكم معانا بقى وشوفوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا كل حاجه عني. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، ما تنسوش تعملوا لايكات كتير، كومنتات، تفعلوا زر الجرس، اهم حاجه اللايك يا جماعه بليز، عشان هو بيرفع الفيديو فوق او يخلي اكبر كم من الناس تشوف الفيديو. بس يلا بينا نبدا الاسئله، يلا بينا. بصوا يا جماعه، امور قمري بتقول لي اول سؤال، سؤال يا ريت تجاوبيني، بنتك بتدهنها ايه في شعرها علشان يطول؟ بصوا يا جماعه، انا مش بدهن حاجه عشان يطول، تمام؟ انا بحط لها بس سيروم، وسيروم يا جماعه في سيروم بتتباع في صيدليه انواع كتير، بس بلاش سيروم قمله، وحش خالص مش حلو. في سيروم اللي هو بتاع بالمرز حلو جدا، ويعني الملمسه سميك حلو جدا، وكمان كريم فاتيكا برضو حلو جدا، وشامبو سان سيلك اللي هو لونه فلاك الاسود حلو جدا جدا. التلاتة مع بعض بيخلوا في نعومة في الشعر، وبيخلي شعره طري، وحتى لو فردته بيفضل ان هو سايب، مش بيهيش او مش بيبقى شكله مش حلو، تمام؟ ده اول سؤال. تعالي نجاوب على تاني سؤال. الاول قبل ما اجاوب تاني سؤال، انا عايزه اعرفكم شجرة العيلة بالترتيب بالظبط ازاي، تمام؟ بصوا هنبدأ مع بعض ازاي. هنبدأ من الكبير للصغير، تمام؟ هبدأ. بصوا، انا بابا متجوز اتنين، تمام؟ متجوز ماما ومتجوز واحدة اللي هي ام امنية، تمام؟ يعني امنية وفتح الله اخواتي بس من ام تانية، تمام؟ بس نفس الاب، تمام؟ ماما مخلفاني انا ومحمود واحمد ومحمد، تمام؟ احنا التلاتة، احنا الاربعة اخوات، يعني اخوات من اب وام واحدة، تمام؟ اللي هي ام امنية مخلفة امنية وفتح الله، تمام؟ أمنية وفتح الله، يعني أمنية وفتح الله اخواتنا، بس من أم تانية، بس من أب واحد، تمام؟ تاني حاجة محمود، أنا متجوزة عبد الله أو عبد الله، ومخلفة غزل ويزن، تمام؟ أخويا محمود الكبير متجوز سلمى، سلمى دي تبقى بنت عمتي، ومخلف صالح، تمام؟ هنيجي بعد كده لمحمد، محمد متجوز ندى ومخلف مكة، واحمد متجوز ندى ومخلف احياه وفيروز، تمام؟ دي كل شجره العيله كده بالترتيب، يعني مفيش اي حد ناقص خلاص، تمام؟ بس يلا بقى نبتدي الاسئله. هي دي شجره العيله، يعني كل واحد متجوز مين ومين اخواته مين، انا وضحت لكم بالترتيب، تمام؟ يلا بينا كده على تاني سؤال. تاني سؤال، اكلتك المفضله حبيبه الجندي بتقول، اكلتك المفضله من الممثلين المطربين اللي انت بتحبيهم؟ اكلتي المفضله، انا بحب كل الاكلات، بس ممكن الاكل اللي بحبها جدا هو السمك، بعشقه جدا، لو اكله كل يوم مش هزهق منه. من الممثلين المطربين اللي انا بحبهم، مفيش حد مميز بالنسبه لي، يعني مفيش حد مثلا بقول لو فيلم دي انزل يبقى يكسر الدنيا بقى لازم احضره او كده، لا لا لا، ما ممكن زمان، بس دلوقتي لا، ما فيش حد يعني ما بقاش عندي ميول لحاجه معينه. السؤال اللي بعده، مريم عبد الصبور بتقول، هي ندى مرات محمد ومرات احمد تقرب لكم؟ لا، ولا ندى مرات محمد تقرب لنا، ولا ندى مرات احمد تقرب لنا، سلمى بس هي اللي بنت عمتي زي ما قلت لكم في الاول. السؤال اللي بعده، ابتكارات سما، جوزك مسافر فين وليه وما رجعش لغايه الان؟ جوزي مسافر جماعة شغل، مش شرط ان اقول البلد اللي هو فيها. هو هيرجع امتى؟ المفروض ان هو كان هيقعد من حوالي سنه، من 9 شهور لسنه، علشان هو في عقد، تمام؟ وبعد السنه دي او 9 شهور ممكن يرجع. بيتكلموا في التليفون؟ طبعا بيتكلموا في التليفون على طول. وفي ناس بتقولي ليه مش بتسجلي رقم، يعني مكالمه التليفون عشان بيتكلمنا الصبح بدري جدا، فيعني ممكن نكون نبقى نايمين، يعني مش هيجي في بالي ان انا ممكن اقوم من النوم، ان انا اللي هيجي في بالي ان انا اقوم على طول ارد على التليفون عشان ارد عليه، مش هيجي في بالي ان انا اقوم اسجل كاميرا وصوته كده، تمام؟
سؤالي بعديه، انت عايشه فين واسمك بالكامل شو هو؟ وبحبك جدا انت وغزل ويزن. انا عايشه فين؟ احنا عايشين في اسكندريه في المعموره. اسمي بالكامل، اسمي ايه؟ صالح محمود احمد الجمل، بس كده. اول حاجه بحبك جدا. جمانة بدر بتقول انا بحبك جدا انت وغزل ويزن. سؤال حضرتك، هو في الفيديو قبل كده انت قلتي ان حامل ولا ده كان مقلب؟ هو كان مقلب يا جماعه، ولو انت شفتوا كنت شفتوا الفيديو للاخر هو كان مقلب، تمام؟ بس انا كنت عامل مقلب يعني فيكو وفي اخواتي، تمام؟ ازاي؟ انا لو انتوا شفتوا الفيديو للاخر هتعرفوا ان هو كان مقلب. حاجه تانية، انا لسه متابعاك جديده فممكن تعرفيني بعيلتك. سوبر رويده وياسر واحمد. انا لسه متابعاكم، انا قلت والله انا يعني شفت تعليق فعشان كده رديت في الاول خالص على شجره العيله، وفهمتك مين متجوز مين ومين مخلف مين والكلام ده كله. وسلمي لي على غزل ويزن وامنيه. حاضر، بحبكم جدا واحنا كمان بنحبك. السؤال اللي بعده، انا عندي سؤال يا ريت تقولي في الفيديو، عشان المره اللي فاتت ما قلتيش سؤالك. هي مامة امنيه منفصله عن بابا؟ هي منفصله عن بابا، تمام. هو فين طنط جوز حضرتك؟ انا جاوبت. سؤال من سما ستار بتقول، سؤال عندك كام سنه وانا بحبك قوي انت وغزل ويزن؟ انا عندي يا جماعه 31 سنه. غزل عندها 6 سنين هتكملهم شهر 12. يزن لسه شهر 9 اللي فات مكمل بادئ في الاربع سنين. يعني غزل يزن 4، غزل 6، وانا 31. فين جوزك؟ احنا قلنا طبعا. هو اللي انتوا شفتوا يا جماعه جوزي كان بيطلع معايا في الفيديوهات القديمه، لو انتوا شفتوا كل الفيديوهات القديمه هتلاقيه طالع معايا كلها فيها، بس من ساعه ما سافر طبعا خلاص، تمام. انت ليه بتقولي لام امنيه يا سماح؟ عادي، لان هي قريبه من سننا، احنا مش بعاد عن بعض في السن، تمام. انت عايشه مع بعض؟ احنا كلنا عايشين، احنا كنا كل واحد ليه شقه او كل واحد ليه بيت مخصص ليه، بس احنا لما جينا المعمورة هنا فاخدنا يعني كل فردين في بيت واحد او في شقة واحدة، بس هو كده. عيد ميلاد غزة في شهر كام؟ عيد ميلاد غزة في شهر 12، ان شاء الله 14/12 هيكون عيد ميلاد حلو ان شاء الله. ايه اكتر مسلسل او فيلم بتحبيه؟ لا، مفيش اي حاجة بحبها معينة، بس كده. بتحبي من باقي اكتر ولا مامتك؟ بحب الاتنين، ما فيش حد مميز يعني. بس ايه تاني السؤال؟ سلمى عندها كام سنة؟ سلمى عندها 19 سنة، سلمى صغيرة مش كبيرة. وفي ندى كان طلعت معاكو، ادي بنت صاحب بابا كان طلع معانا قبل كده. كنت في مدارس ايه طول عمرك؟ انا رحت مدرسة القباء، كنت وانا في ابتدائي. لما طلعت عديتي رحت السيدة عائشة والقادسية، وبعد كده ثانوية عامة. طبعا انت عارفين ان انا ما درستش للاخر او ما رحتش الكلية، فبس تمام. ازاي امنية اختك؟ قلنا يا جماعة امنية اختي من ام تانية، تمام. ليه غزل في فيديوهات محمود الجمل بيبقى صوته متغير عن الفيديوهات بتاعتك؟ عشان الفيديوهات بتاعتي بتتكلم بطبيعتها، بتتكلم براحتها، مش بتبقى حافظة كلام. لكن في الفيديوهات بتاعت محمود الجمل احنا بنحفظ كلام بنقوله، او بيبقى في كلام معين مثلا اطلعي قولي كذا كذا بطريقه كذا، تمام. ازاي؟ فبتحفظ الكلام فبتبقى متلجلجه ممكن، او خايفه ان هي تتلخبط او ان هي تقول حاجه غلط، فعشان كده بتبقى في نبره خوف في صوتها، او في نبره صوتها متغير شويه. سؤال، ليه بتظهري غزل في الفيديوهات ويزن لا؟ على فكره يزن بيطلع معايا في كل الفيديوز، قليل قوي لو يزن ما طلعش معايا في الفيديوز. ممكن يكون بيبقى نايم بيلعب في النيرسري، بس كل يزن على طول بيطلع معايا في كل الفيديوز. الصور مش بصور يزن كتير ليه، او مش بيطلع معايا في الصور ليه كتير؟ علشان يزن يعني بيتعبني، يعني فاهمين ازاي؟ هقول لكم يعني مثلا غزل، مامي غزل يلا بينا غزل نتصور، حاضر يلا مامي نعمل، تقعد تعمل حركات بايديها وكده وتتصور معايا عادي. يزن لا، فمش بيساعدني، تمام. هو ممكن لسه صغير، فممكن لما يكبر شويه يبقى الموضوع بالنسبه له عادي، تمام. انتوا فاهمين قصدي ازاي؟ بس فانا يعني عشان كده، وحتى في تصوير الفيديوز على فكره يزن بتعبني جدا، يعني ممكن ان انا في حاجه مثلا لو هي تتقال او حاجه تتعمل، لا يزن بيعملها في وقت طويل جدا جدا جدا، او ممكن اقول له مثلا اقعد ساكت، يزن ما بيقعدش ساكت اصلا، بيقعد كتير كتير، يعني بيقعد يتحرك كتير جدا. وانتوا عارفين في ناس تقول لي يا عيني يزن مالها يا عيني يزن، يا جماعه يزن كان قعد في الحضانه حوالي شهر ونص. انا كنت والداه في الشهر السادس، ما كملتش حتى ما دخلتش الشهر السابع، لاني كنت تعبت فجاه وكده، فلازم كنت اولد على طول او ان انا يعني انزل البيبي على طول. فنزل يزن كان
كان حوالي كان 450 جرام. يزن كان ضعيف جدا 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 جدا، يعني يزن كان نص كيلو تقريبا. قعد في الحضانة شهر ونص. بعد كده طلع من، يعني قعد من 30/9 بالظبط، طلع 15/11 او 14/11. بس فكان الموضوع صعب جدا عليه. وبعدين اتحط على جهاز تنفس في الحضانة. جهاز التنفس ده أثر على عينيه. هو المفروض ان هو جهاز التنفس في الطبيعة بيأثر على العين على الودن. طبعا عملنا كشف قاع عين وكل الكلام ده، بس الحمد لله طبعا ما عندوش حاجة في عينه، يعني اللي هي تضر بالنظر. بس هو في يعني الشبكية بتاعت القرنية بتاعت العين مشدودة، كأنها مشدودة، عشان كده بتهز على طول، كأنها بتحول شوية او بيبقى في نسبة تحول بسيطة. بس الحمد لله بيتعالج ولابس نظارة ومفيش عملية. ليه؟ لان هو عنده طول نظر مش قصر نظر. لو قصر نظر بيتعمل عملية، لو طول نظر ما ينفعش يتعمل عملية. بس كده كمان عملنا له اللي هو الكشف على الودن، يعني على الاذن والسمع وكده. الحمد لله رب العالمين طلع كل حاجة تمام، مفيش اي حاجة. بس دي قصة يزن يا جماعة، عشان في ناس كتير بتقول لي يزن يعني عينه مالها وكده. بس ندخل بقى على السؤال اللي بعده. اولاد عندك كام سنة؟ بقالك كام سنة على اليوتيوب؟ بقالي كام سنة على اليوتيوب يا جماعة؟ بالظبط شهر رمضان الجاي بقيت 3 سنين على اليوتيوب، تمام. بس ما بدأتش اشتغل فعلا على اليوتيوب غير من رمضان اللي فات، يعني رمضان اللي هو اللي كان، يعني رمضان اللي فات. بس دي فعلا بدأت اشتغل بجد على اليوتيوب. قبل كده ما كنتش، يعني بدأت ان انا اسعى جدا او اعمل فيديوز كتيرة. قبل كده ما كنتش بعمل، او كنت بعمل فيديوهات مع امنية وغزل وفيديوهات طبخ وكده، فما كنتش مهتمية كتير صراحة. بس من شهر رمضان اللي فات ابتديت ان انا اهتم جدا، وان انا عايزة اكبر قناتي وان قناتي تكبر وكده، ويكون عندي مشتركين كتير، ناس بتحبني وناس تشوفني تصور معايا والكلام ده كله. فبدات ان اهتم الحمد لله رب العالمين يعني. بس الحمد لله تمام، يعني انا حاسه، انا شايفه ان الحمد لله انا وصلت لحاجه كويسه لحد دلوقتي. بس كده السؤال اللي بعده. اتجوزتي وانت عندك كام سنه؟ وهو ايه، ابو سلمى عايش ولا ميت؟ او ماي جاد. تمام. محمود عنده كام سنة؟ خد محمود اخويا اصغر مني بسنة، محمود عنده 30 سنة. انا اتجوزت وانا عندي كام سنة؟ اتجوزت وانا كان عندي 24 سنة. ايه تاني؟ بابا سلمى متوفي. بس كده. اسمك ايه ولا ايات؟ لا اسمي ايات، مش ايات. هو صالح اخوكي؟ لا صالح مش اخويا، صالح ابن محمود، صالح ابن اخويا. تمام. عايزه اسالك سؤال. مين اللي قال لحضرتك تفتحي القناه؟ ومين شجع حضرتك؟ وتاني سؤال، مين اللي كان بيقول لك افكار الفيديوز او ومين معاكم تكوني اوكي. مين اللي قال لي افتحي قناه؟ انا اللي اقترحت، يعني انا اللي جات لي الفكره، ما حدش اقترح علينا ان افتح قناه. مين بيقول لي افكار الفيديوز؟ انا اللي بجيب كل افكار الفيديوز، يعني ممكن اصلا كنت نايمه بالليل مش عارفه اقوم اعمل ايه فيديو الصبح او اصور فيديو جديد، بقوم اقعد افكر طول الليل هعمل فيديو ايه تاني يوم. بس انا يعني انا الافكار الفيديوز انا اللي بجيبها. مين اللي شجعني؟ انا. وكان انا قعدت ازن كتير ان انا افتح قناه، لان ما كانش حد راضي ان انا اطلع اعمل فيديوز وكده، ولا بابا ولا اخواتي ولا بابا ولا جوزي. بس شويه زن كده زي ما انتوا عارفين استمريت وزنيت ووصلت لهدفي. بس كده. ليه مامت امنيه مش عايشه معاكوا؟ علشان هي عايشه هي وامنيه وفاتحه الله في بيت لوحده، واحنا عايشين في بيت لوحده. بس على طول تبقى عندنا على طول، تيجي تقعد معانا وامنيه معانا وفاتحه الله على طول، يعني مش بنبعد عن بعض ابدا، يعني الحمد لله رب العالمين. هو انت ليه عايشه مع اهلك بسبب شقتك؟ زي ما قلت لكم يا جماعه، انا جوزي مسافر، فمش ينفع ان انا اقعد في بيت لوحدي وهو مسافر، فتبقى صعب عليا ان انا اقعد طول اليوم لوحدي انا والولاد، والولاد نص اليوم بيبقوا في المدرسه. بس عشان كده عايشه مع اهلي يعني. بس هي مامت امنيه عايشه معاكوا؟ لا عايشه في بيت تاني. ايه شروق احمد بتقول انت مش متجوزه؟ طب وغزل ليه زنب الجم منين؟ لا انا متجوزه والله شروق، بس لو رجعتي الفيديوز القديمه هتشوفي جوزي، بس جوزي مسافر في شغل، ربنا يكرمه ان شاء الله ويرجع يبقى في سلام. بتحبي مين اكتر، غزل ولا يزن؟ عملتي اكله قبل كده ودوقتيها لجمهورك؟ انا بحب، بصوا يا جماعه، مش بحب غزل اكتر او يزن اكتر، بلاش السؤال ده. بس ممكن تقولوا ان انا ممكن مياله، او يعني في حاجه جوايا كده ان انا بحب البنات اكتر عموما، البنات عموما، يعني مش بنتي بس، البنات عموما، بنات الاطفال الصغنانين بحب البنات عموما. يزن ممكن شقاوته كتير، فبتخليني طول الوقت ان انا ايه، حاسه ان انا دماغي مش فيا او ان انا مش مركزه.
بس انا بحب الاتنين قد بعض يعني، عمري ما فرقت ما بينهم في حاجة ان انا بجيب ده وده، لا لا عمري في حياتي كده ابدا. بس فممكن تكون انا مايلة للبنت اكتر، بحب البنت دلوعة حنية بس مش اكتر من كده. عملت قبل اكل قبل كده وقلت لجمهورك؟ لا كنت بعمل اكل بدوقه لاهلي يعني، حلويات وحاجات بدوقها لاهلي يعني في البيت يعني، ماما واخواتي كلنا وبابا وكلنا كانوا هما بيقولوا لي رايهم بصراحه. الحمد لله رب العالمين ولا عمر حد قال لي حاجه يعني غلط. سما سما بتقول نوع تليفونك ايه؟ نوع تليفوني ايفون، كان معايا سامسونج بس غيرت ايفون، لسه جايباه من فتره قريبه. سؤال، هو انت اللي هو انت مش بتروحي شقتك؟ بروح على فكره، انا كنت لسه عامله فيديو هناك في الشقه من قريب، كان من شقه اقل من شهر. اي معلش طلع سامح معاكم في الفلوج، حاضر في الفلوجات يعني، حاضر اوكي ان شاء الله طلع لكم سامح معايا على طول. انتي مثلا مش بتكلمي ابو يزن فون قدام الكاميرا ليه؟ زي ما قلت لكم عشان انا ابو يزن وغزه بيكلمني الصبح بدري، او فبيبقى كل شغلي او كل يعني اللي شغلني ان انا ارد عليه او الحق المكالمه قبل ما تفصل، علشان مش بيجي باين ان انا اشغل كاميرا وكده. تمام، غزة بيسمع عيد ميلادهم امتى؟ وليه يزن مش بيطلع مع حموده؟ يزن علشان يزن صغير مش بيحفظ كلام، والفيديو بتاعت حوده لازم تكوني حافظه كلام عشان تطلعي تقوليه او فاهمه كويس انت هتقولي ايه. يزن صغنون ما يعرفش يحفظ كلام قوي زي ما انتوا فاهمين. بس غزل 14 12، يزن 30 9. انتوا عايشين فين دلوقتي؟ في اسكندريه. اه في اسكندريه. اكتر حد بحبه على اليوتيوب ما فيش، والله مش بتابع اليوتيوب، ممكن اشوف فيديوز بسيطه لكن مش بتابع حد معين ان انا كل يوم اتفرج على الفيديو بتاعه، لا. انا ممكن يا جماعه زمان زمان كنت ممكن اميل لحد ان انا مثلا فيلم معين او مثلا مغني معين اسمع، لازم اسمع الالبوم بتاعه ما ينزل وكده، بس دلوقتي لا. بس يا جماعه هي دي كل الاسئله اللي جات لي، او باختصار انا اختصرت كل الاسئله اللي اتسالت لي فجمعتها كل في اسئله واحده عشان كل الاسئله متكرره كتير. ف بس كده هي دي كل الاسئله اللي اتسالت لي النهارده وجاوبت عليها كلها وبصراحه. ولو حد برضو عايز اي سؤال تاني سالني وهرد مثلا عليه في اي فيديو تاني ان شاء الله. بس يا جماعه هو ده الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا يعني بكل المعلومات اللي كانت عندي وكده. بس فخليكم معانا بقى كده وتابعونا بقى في كل الفيديوز اللي احنا بننزلها، وقولوا لي رايكم بصراحه ايه في الفيديوهات. وجماعه قريب جدا هفتح قناه غزل ويزن، وكمان هعمل قناه طبخ قريب غزل ويزن، ممكن احط لكم القناه بتاعتهم تحت يعني، ممكن بكره او بعد بكره احط لكم لينك القناه بتاعتهم تحت في صندوق، مش في صندوق الوصف، في اول كومنت علشان تتابعوها، او في صندوق الوصف هكتب لكم دي قناه غزل ويزن. هنزل عليها فيديوز بسيطه يعني باختصار، مثلا اختصار حاجات بسيطه او اختصار يعني، او عملوا حاجه مثلا كده هنزل عليها الفيديوز بتاعتهم. وفي افكار كتير جدا في دماغي كتير جدا عايزه اعملها لغزل وياسر، ان شاء الله هتعجبكم. بس كده يا جماعه يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم وشرحت لكم كل اللي انتوا عايزينه، ومتنسوش بقى تعملوا لايكات كتير وكومنت وتفعلوا جرس التشيك في القناه. يلا بينا، باي.